مغامره بعد مغامره وهدف بعد هدف. ابطال افكار اللغه وحبايب مستر احمد، ايه الاخبار يا حبايبي؟ يا رب تكونوا زي الفل، اللهم امين يا رب العالمين. ركز معايا الله يبارك لك، لان بيحصل بهدله للمنهج هنا. الحمد لله رب العالمين، بعد اللي احنا حققناه في اول شهرين الحمد لله بفضل من ربنا ان احنا خلصنا ربع المنهج كامل وحلينا عليه كتير جدا جدا بكل حاجه، بكل تريكس، بكل افكار. وبعدين رجعنا مع بعض عملنا معسكر الانقاذ اللي رجعنا فيه على ربع المنهج تاني الحمد لله رب العالمين، وحلينا في معسكر الانقاذ بس اكتر من 1000 فكره الحمد لله رب العالمين. جه دلوقتي دورنا مع كورس الشهر الثالث، ركز معايا الله يبارك لك وشوف هنشتغل ايه. هنشتغل مع بعض ان شاء الله يونت 4 يونت 5 تشابتر 4 تشابتر 5. هنشتغل مع بعض كل حاجه فيهم حرفيا، يعني ان شاء الله رب العالمين الجرامر مثلا بنمسكه بنظبطه ونروق عليه، وكل الافكار بتاعته بنمر عليها وبنشتغلها الحمد لله، وبنحل كتير جدا جدا، وبدربك على كل حاجه الحمد لله رب العالمين. الفوكاب بنهتم بيها جدا، السنه نمز الانترمز مترادفات مترادفات بنشتغلها الحمد لله وبنحل عليها كتير، كوليكيشنز اكسبريشنز بروبوزيشنز كل ده بنشتغله وبنحل عليه. اللانجوج نوتس مهم قوي بنشتغلها الحمد لله رب العالمين وبنحل عليها كتير، فركز معايا الله يبارك لك. احنا بنهتم بكل حاجه وبنحل على كل حاجه كتير جدا جدا بفضل من ربنا. بعد كل محاضره ان شاء الله بيكون في امتحان على محتوى المحاضره اللي فاتت في يوم الجمعه، بيكون عندك امتحان على محتوى الاسبوع، بعد كل يونت في امتحان على محتوى اليونت، بعد كل شهر في امتحان على محتوى الشهر ان شاء الله رب العالمين. في اضافه لكده تسليم واجب عشان اضمن ان حضرتك بتحل معايا وشغال معايا وماشي معايا ان شاء الله، ومش بس كده يعني بتراكم والحاجات اللي مالناش دعوه بها دي. ركز معايا الله يبارك لك، اعرف ان في تيم كامل الحمد لله من المدرسين المساعدين للرد على كل اسئلتكم ان شاء الله. في جروب للمتابعه بتبعت عليه كل الاسئله اللي واقفه عليك، وهم بيساعدوك ان شاء الله بيردوا على كل حاجه ان شاء الله رب العالمين. تيم كامل لمتابعتك ومتابعه مستواك، تيم كامل للمتابعه مع ولي الامر، ان شاء الله احنا معاك وباذن الله في ظهرك لحد ما انت توصل لحلمك ان شاء الله. وعايزك دايما تكون عارف حاجه، لو الانجليزي مقلقك عبقري اللغه الحقك، ومن ميح هنخليك دحيح ان شاء الله. تقدر تشترك دلوقتي في محتوى الشهر الثالث من المنصه نفسها، او تقدر تشترك من ارقام الدعم اللي انا هسيبها لك تحت في الديسكربشن. اشوفك يا رب دايما احسن ناس في الدنيا، توحشوني جدا، مع السلامه.